إذا يعني ألغينا موضوع الخلافة وكونها هدف للثورة والدولة الإسلامية، وتقولون أن المحور الذي ينبغي أن يعني تدور حوله الثورة محور الحرية أو هدف الحرية. الحرية يعني كلمة غامضة، ربما البعض يفهمها أنها حرية العري، حرية الفساد، حرية الشذوذ، فما هي ضوابط هذه الحرية؟ أم أنها مطلقة هكذا؟ ما في شيء اسمه مطلق، حتى الغرب لما ينادي بالحرية ليست حرية مطلقة، ليس هناك في الغرب حرية أن تلغي الديمقراطية، ليس لو اختار لا يجوز أن تلغي العلمانية، أن تلغي الحرية الشخصية. الحرية حتى في الغرب هي حرية مقيدة، ما الذي يقيدها؟ دائما تتكلم عن الحرية في مجتمع مسلم. لما يكون هذا المجتمع مسلم متدين وصاحب قيم وصاحب مبادئ، لابد أن تقيد هذه الحرية بمنظومة القيم التي يحملها المجتمع. فلا يمكن الحرية أن تصادم قيم المجتمع، وإلا صار ذلك استلاب للهوية والثقافة. فهي حرية منضبطة بالقيم. نحن نتكلم عن حرية الشعب السوري، وأن الشعب السوري صاحب إرادة، يعني أن تتمكن قيم الشعب السوري من أنظمة الحكم والعقد السياسي الذي سيحكمه. المساواة، يعني يقولون مساواة، ممكن أن تساوي بين من خرج في الثورة مع من لم يخرج، مع الذين وقفوا مع النظام، ممكن أن تساوي بين المسلم وغيره، بين السني وغيره. يا أخي، قضية من خرج في الثورة ومن لم يخرج في الثورة، يعني هذا باب يفتح باب جدال طويل. يعني حتى لو قلت أن السابقين الأولين في الثورة هم لهم البداية، هم لهم الأفضلية، أصحاب البداية، سيقول لك هل صور 2011 ولا 2012 ولا 2013 ولا من خرج بالثورة مسلحا ولا خرج انشق عن النظام ولم ينخرط في الثورة، الذي ضحى وفقد شهيدا والذي لم يضحي ولم يفقد شهيدا. فستدخل بكمية من المعيارات الغير منضبطة. لذلك لابد هذه الدولة الحرية أن تضمن حق المشاركة السياسية للجميع، وأن تحافظ على هوية الدولة وثقافتها الإسلامية وهويتها الإسلامية مع الحرية للجميع بدون أي تمييز، بدون أي تمييز. ويكون لما ننتقل أنت من معركة الحرية إلى معركة البناء، هنا تحتاج إلى الكفاءات، يقدم الأكفأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات لم يقدم أصحاب السابق في الإسلام. خالد بن الوليد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة في غزوة مؤتة، وكان إسلامه بعد الحديبية. عمرو بن العاص ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، وكان إسلامه أيضا بعد صلح الحديبية. لم يكن من السابقين. أبو ذر الغفاري كان من السابقين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوليه. فقضية بناء دولة تختلف عن قضية معركة حرية.